فيها 8 انديه مش هيلعبوا دور 32. بعدين فوجئت ان الاهلي محطوط في القرعه بتاعت الدور 32 وهيلعب يوم 16/9 اول مباراه في دور 32 هو والثلاث انديه الاخرى في مصر. فبالتالي كل الامور ديت بعدين سمعنا ان هي هتتعمل من 20/10 ل 11/11. طبعا ما جالناش حاجه في الاتحاد لغايه دلوقتي، ما وصلنيش حاجه. وحتى في ناس طلعت كلام ان الاتحاد الافريقي قال ما فيش نادي هيلعب في دوري محلي في الفتره ديت. طب ما هو طبيعي لما تلعب من 20/10 ل 11/11 بتلعب 21 22 يوم، بتلعب المفروض تلعب 6 مباريات على الاقل اللي هيوصل للنهائي. يعني هيلعب كل 3 ايام او 4 ايام، 3 ايام ونص ماتشات فيها 3 سفريات وثلاثه في ملعبه، يعني رايح جاي هيلعب كل 3 ايام. الموسم الجديد الاجنده مضغوطه، فالامور صعبه. عشان كده لازم الاتحاد الافريقي بشكل نهائي يحدد المواعيد وبناء عليها شوف الفراغات اللي موجوده. بقى الفراغات ديت بقى من تصور وقدمه لمجلس اداره الرابطه وقال لهم ادي المواعيد المتاحه عندنا. ولو لعبنا الدوري الطبيعي بتاعنا هنخلص هنا، لو لعبنا التصور اللي هو الدوري من دور واحد زي بعض الدول اللي بره، عشان في ناس ما فيش حد بيعمل كده بره، لا في دول بره بتلعب الدوري من دور واحد، منهم بلجيكا، وبعدين ياخد جزء فوق بيكمل والجزء اللي تحت بيكمل بعد كده بنفس النقاط بتاعته. فبيقلل عدد المباريات وبتبقى المنافسه قويه جدا. في بعض الدول العربيه، تونس بقى لها 3 سنين بتعمل دوري المجموعتين، زي تونس بيلعبوا دوري المجموعتين، بقى له 3 سنين بيعمل دوري المجموعتين. طب التصور يا حاج عامر، احنا مش حابين دوري المجموعتين في مصر، ما بيحبوش لان ما بقاش فيه المجموعتين. ممكن ما يبقاش فيهم تكافؤ فرص، ممكن انديه كبيره ما بتقابلش بعض. فده بيضر من الناحيه التسويقيه. فبالتالي النظام الافضل اللي هو الدوري من دور واحد، بتضمن ان الانديه الكبيره بتلعب مرتين على بعض. طب التصور الاقرب يا حاج عامر، هل الدوري هيبقى من دور واحد، هيبقى من دورين؟ يعني انا بقول لحضرتك، انا بناء على الفراغات بقدمه للرابطه، الرابطه بتعرضه على الانديه عشان الموضوع التسويقي، فلازم يرجع للنادي. وعملنا كده من سنتين وال 18 نادي رفضوا النظام ده بتاع الدوري من دور واحد. كان عندنا نفس المشاكل والارتباطات، يمكن السنه دي اكتر. انما كان المره اللي فاتت 18 نادي قالوا لا احنا نخلص زي ما نخلص حتى لو اتاخرنا كويس ونلعب الدوري بتاعنا يعني الطبيعي. النهارده اذا شكل الدوري الجديد لسه لم يحسم الشكل الجديد بتاعه. اكمل لك بقى يا كابتن اسامه، الانديه لما قالت كده من سنتين انا اللي تهاجمت برضه في الاخر ان الدوري اتاخر، رغم ان حرضت عليهم كل حاجه. فنتمنى ان شاء الله بعد الاتحاد الافريقي ما يحضر الاجنده ونعمل التصور، هقدمه للرابطه. والرابطه بتنسق مع الانديه اللي هم مفوضين من الانديه، وبعد كده تاخد بقى القرار اللي هم هيتاخد. اما اللي بنفذه في الاخر وانا اللي هاجم في الاخر، يعني عادي. لازم تتحمل يا حاج عامر، دي ضريبه العمل العام يعني. طبعا. اخيرا بقى، مصير دوري المحترفين؟ لا ان شاء الله، هو دوت اصل في انديه ترتب عليها حقوق. يعني في انديه ترتب لها حقوق بناء على الشروط اللي راحت المسابقه. في 20 نادي هيلعبوا مع بعض، 20 نادي دول لهم حقوق. وفي 27 نادي صعدوا من القسم الثالث على القسم الثاني في المجموعه الثانيه. فبالتالي يبقى في 27 وفي 20 فوق، 47 نادي لهم حقوق غير الناس المعترضه على الناحيه الثانيه. فبالتالي احنا لازم نطبق الشروط، لازم نطبق الشروط. انما في بعض الانديه فاهمه غلط، ان هي ممكن ما يبقاش لها صوت في الجمعيه العموميه. في بعض الانديه قال لك لا احنا عملنا دور، استحدثنا قسم زياده، بقى في 5 اقسام غير 2، عشان كده يمكن دي اللي خلى موضوع التصفيه ان الثالث يصفي مع حد مع الثلاثه اللي تحت في المجموعه الثانيه. يعني كل الامور ديت من امبارح كان في مجلس الاداره. يعني عايزين ناخد منك خبر على الهوا، هل دوري المحترفين هيتلعب بالشكل اللي انتوا اعلنتوه ولا مش هيتلعب يا حاج عامر؟ لا هو ال 20 نادي لازم هيلعبوا مع بعض ان شاء الله، ما فيهاش كلام ديت. هيلعبوا مع بعض، هيتاخد اول وثاني، هيصعدوا للدوري الممتاز. ده التصور الموجود. والثالث هيصفي في الدوره مع اول كل مجموعه في دوري الدرجه الثالثه، صح كده؟ ثلاثه ما فيش ثالثه، هم قسم ثاني برضه مجموعه قسم. بس المجموعه الثانيه. هو يعني انت بتدلع الاسم شويه يا حاج عامر، لكن هي في الاخر معروفه والمسمى بتاعها قسم ثالث. بس النهارده يعني فيها ظلم شويه. اتفضل. صح ولا ايه؟ من ناحيه النهارده الطبيعي المعروف دوري المحترفين اول ثاني ثالث، واضحه وسهله.
يعني فيها صعوبه شويه اخد الثالث من هنا ويروح يصفي مع الثلاثه من هنا واعمل دوره رباعيه. طب ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو في الهبوط في الدوريات اللي بره الاخير بينزل على طول، قبل الاخير ما بيصفي مع اللي طالع. صح ولا احنا بنتكلم الاول على الصعود الاول؟ هل حد في ظلمه؟ هي هي علشان تعمل مسابقه قويه لدوري ممتاز يبقى فيها كل الفرق فرق قويه. طب ما هو ال 20 نادي اللي هيدور يبقى قوي ولا ضعيف؟ ما هو الاقوى برضه هيفضل. الطبيعي ان الثالث اللي فوق هيبقى اقوى من الثلاثه اللي تحت. الطبيعي عشان واحد يبقى ثلاثه من اجمل 20 فرقه. هيلعب مع ثلاثه من الاقسام اللي تحت، القسم اللي تحت. يبقى معنى كده حضرتك المفروض مين اللي اجمد؟ ما هو لازم هو زي ما حضرتك بتقول الكفاءه والاقوى، يبقى الطبيعي ان هو اللي يكسب. خاصة ان انا هيلعب ست مباريات، يعني مش مباراة خروج المغلوب ممكن ما يبقاش موفق فيها. وبعدين ده بيخلي الكلام ان احنا طلعنا عملنا درجة زيادة، يعني في أندية بتقول لك ان عملت لي درجة زيادة وده مخالف للائحة. لا انا ممكن تصعد كل الأندية اللي تحت بقى من حقها تصعد من أول سنة زي ما كانت من حقها تصعد في الموسم اللي فات. على الدوري الممتاز على طول، فأنت بتديهم الفرصة. انما هو ممكن يصعد من سنة واحدة. طب الانديه اللي اعترضت الانديه اللي ادت اعتراضها حق عامر. طب اكمل النقطه ديت. اتفضل اتفضل. حضرتك قبل كده كانوا بيلعبوا مجموعه 16 نادي بيطلع واحد من كل 16. تمام. وحضرتك طبعا ما فيش كلام ان في مجموعات كانت قويه وفي مجموعات اضعف اقل. كويس. دلوقتي انت بتطلع 2 من 20 مباشره وبتدي فرصه للثالث. يعني لو كان بيطلع واحد من 16 يبقى 2 من 20 وبتدي فرصه للثالث كمان وفرصه اكبر. بناء على الاحتكاك طول الموسم. يعني عموم التفاصيل ديت عمرك ما هتراضي الناس كلها، عمرك ما هتلاقي عدد الانديه كم الانديه 76 نادي ان هم يوافقوا على شروط واحده، مستحيل. لا اصل بص يعني انت بتعمل انت بتكون حاجه جديده. ما انا فاهم حاجه جديده بس لكن السهل النهارده او الواضح بالنسبه للناس دوري الدرجه الثانيه اول ثلاث فرق بيصعدوا دوري ممتاز، ومن الممتاز بينزل للدرجه الثانيه، ومن الثالثه بيصعد للثاني. هو ده المعتاد وده المعروف. بس بعد ما تعمل التكوين الجديد، ما انت بتعمل مشروع جديد ما كانش موجود. المشروع دوت 30 سنه اتحاد الكوره مش عارف يعمله. لا احنا بنحييكوا طبعا، بنحييكوا على خطوه ان يكون دوري محترفين موجود. دي خطوه كنا بنادي بيها من سنين انكم تعملوها دلوقتي. لا بنقول شكرا لاتحاد الكوره وتحيه لاتحاد الكوره، لكن لما نعملها عايزين يعني تبقى عمالين تبقى الامور كلها صح. بس ما بقول لحضرتك ما تقدرش تعمل كل حاجه جديده. ما يبقاش فيها سلبيات، مستحيل. لما تنقل من حاجه لحاجه ده اللي هيبقى فيها سلبيات. يعني ده في اول سنه وبتشوف السلبيات والايجابيات وممكن تعدل فيها بعد كده. بعد كده خلاص، بس انت اعمل ثبت الدوري دوت وشوف سلبياته وايجابياته ايه. بس لازم تعمل تاخد النقله ديت. تمام. بنشكرك يا حاج عامر، شكرا جزيلا. معلش طولنا عليك، ويعني كانت مداخله مهمه عشان نوضح كل مسابقات الناشئين كمان، وكان فرصه نوضح القيد الجديد والدوري الممتاز وكل الامور. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.